اتمنى نروح لتقى يمكن انت اول سنه ليكي مع الاهلي، وزمالك كابتن محمد انت يعني بتلعبي مع فريق 2004، بتلعبي كمان مع الدرجه الاولى، مبسوطه بالسنه دي؟ مبسوطه بالتجربه دي؟ طبعا تجربه كويسه جدا، وكانت نقله كبيره ليا انا شخصيا ان انا اخش في نادي زي النادي الاهلي، نادي كبير طبعا، وان انا العب مع فرق السيدات دي كانت خطوه كبيره جدا ليا، نقلتني في حته تانية خالص. طبعا خبرات كبيره قوي خدناها من المنتخبات برضو، ان احنا نقدر نلعب كصغيرين مع السيدات دي كانت حاجه كبيره جدا. طب قولي لي الترانسفير اللي حصل من 6 اكتوبر النادي الاهلي بدا ازاي؟ مين اللي اتكلم معاكي؟ مين اللي طلبك؟ مين اللي قال لك احنا عايزينك معانا؟ فاكره؟ الحقيقة أنا كنت في المنتخب بتاع الناشئات بتاعتنا، وكان كابتن محمد سليمان المحلل الفني، هو المحلل الفني بتاع النادي سليمان. الأهلي، محمد سليمان سليمان فهو اللي عرفني إن النادي الأهلي مهتمين إن أنا أكون معاهم يعني السيزون الجاي وكده. بس هو الأندية بقى أخذت الإجراءات مع بعض يعني. طب ما حدش من الجهاز الفني يكلمك؟ يعني حد يكلم بابا، حد يكلم ماما؟ يعني بيبقى لا في الوقت ده لا، عشان انا اصلا كنت في معسكرات المنتخب عشان كنا رايحين كاس العالم، فالوقت ده انا كنت مخصصه اكتر للمنتخب، ما كنتش بخش في تفاصيل يعني الحاجات دي. طب عرفتي امتى بقى ان انت ورقك خلص وراح النادي الاهلي؟ امتى؟ فاكره اليوم ده؟ كنت في معسكر المنتخب عادي. برضه؟ ايوه انت خلاص رحت الاهلي. شكرا يا جماعه. مين اللي بلغك؟ شكرا متشكرين. لا يعني نزل بوست ساعتها انا ما كنتش اعرف. نزل بوست كمان؟ يعني انت كمان ما قالولكيش في التليفون، ده واضح ان انت مهمه جدا. والله يعني جدا. يعني واضح ان انت من كتر اهميتك عرفتي من البوست على الفيسبوك. لما شفت البوست يعني كلمت اهلي وكده. بجد هو الكلام ده صح؟ بيتكلموا عني مظبوط. قالوا لي احنا ما كناش نعرف. وكمان بابا ده حاجه جميله جدا. هو ده النادي الاهلي. لا هي الفتره دي كنا يعني دايما كان نحب نعمل شغلنا بعيد عن الاجواء عشان ما يبقاش فيها تدخلات من الانديه. يعني معلش انت مالكوش اي كلام على السوشيال ميديا كابتن محمد عادل زولا حتى لما تعب؟ بالظبط. احنا بقينا بنجري نعرف معلومه ان هو يعني وهو ده سبب النجاح بتاعنا السنه دي، ان هو دايما تقفل على نفسك عشان تقدر تشتغل وتبعد عن الاجواء، يعني سد ودانك واشتغل، هي دي النقطه. طب تقى انت يعني بعد سنه من التجربه دي مبسوطه؟ طبعا دي حاجه كبيره قوي ليا، كانت خطوه كبيره جدا في حياتي يعني، خدت خبره كبيره قوي وكنت مبسوطه جدا مع الفرقه، حققنا نجاحات كتير قوي، فدي حاجه بسطتني جدا. طبعا حابه تعملي ايه السنه الجايه ما عملتوش السنه دي مع الفرقه؟ افريقيا بقى ان شاء الله. كل حاجه عجبني الحماس ده يا كابتن والله. يعني افريقيا، عايزك افريقيا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. يعني عايزاها تيجي الاهلي ولا نلعب بره عادي؟ مش هيهمنا طبعا، مش هتفرق كده كده، بس لا طبعا، واحنا في النادي بتاعنا بيبقى فيه سبورت وجماهير صحيح. طبعا حاجه كل التوفيق ليك يا تقى ان شاء الله. شكرا. امين اجي لك. يمكن انت نفس تجربه تقى، بس انت جيتي من سبورتنج. انت اصلا اسكندرانيه؟ طب بيبقى صعب شويه ولا عادي؟ لا كانت صعبه طبعا في الاول، يعني انا نقلت سبت عيلتي وسبت كل حاجه في اسكندريه وجيت عشت في القاهره لوحدي. يا خبر ابيض، صعبه. طيب خليني ناخد القصه واحده، لان التجربه لازم يعني ندرسها. اوكي. اولا انت كنت في سبورتنج من ناشئات سبورتنج. امتى قالوا لك الاهلي عايزك؟ امتى حصل ده؟ بعد البطوله بتاعت كاس مصر سيدات. سيدات؟ من بعدها. مين كلمك من النادي الاهلي؟ كابتن محمد سليمان. برضه كابتن محمد سليمان. هو كابتن محمد سليمان. عايزين نستضيف كابتن محمد سليمان. هو كان المفروض كان يبقى معانا، بس حصل له ظرف فما قدرش يجي، اعتذر في اخر لحظه. بس هو بيبقى عارف مين السكاوتنج ارقامه كويسه. بالظبط. وهو كمان عشان متواجد معاهم في المنتخب فعارف. فعارف اللعيبه، محلل اداء في المنتخب، فطبعا هو حافظ كل البنات اللي موجوده وعارف كل حاجه، فهو بيبقى الكونتاكت ما بيننا وما بينه، فبنبقى بنقدر نوصل للعيب اللي احنا بنبقى فعلا محتاجينه. طب امينه كلمك قال لك تعالى، الفكره ايه؟ يعني في بابا وفي ماما، ايه الفكره ايه؟ لا هو اصلا انا بابايا اهلاوي كبير جدا، يعني اي حد عارف عارف ان هو اهلاوي ليفل تاني خالص، فاول يعني ما قلت له مش هتهدي قال لي روحي من غير يعني هو كان عايزك تروحي بنت ما تقولي من وانا صغيره اصلا، هو لا الاهلي ده تارجت، وانك تروحي تلعبي في الاهلي دي حاجه تحفه، فلما جاب بجد هو كان فرحان قوي، اول حد اصلا قال لي روحي. بابا كل تعظيم سلام ليك يا بابا، وكل تعظيم سلام وتحيه من هنا. فيعني بجد يعني استاذ هشام طبعا ما اعرفش طبعا مهندس هشام ما اعرفش بقى بس استاذ هشام احنا طبعا بنحييك من هنا وربنا يكتر من امثالك يا استاذ هشام. طيب احنا بابا قال لك هتروحي، طب جامعتك عملتي فيها ايه؟ لا ما انا اول سنه جامعه السنه دي، فدخلت جامعه في القاهره. انا اصلا كنت عايزه ادخل اعلام، وهي كانت اوريدي في القاهره مفيش في اسكندريه. فكده كده كان يعني فدي جت مع دي، فخلاص جت اعلام هنا. سعيده بالتجربه دي؟ طبعا جدا جدا، يعني مبسوطه قوي ان انا خدت الاكسبيرينس وان انا خدت القرار ان انا اجي هنا.
طيب السنه الجايه انت العقد السنه الجايه كمان صح؟ اه ان شاء الله مكمله ان شاء الله. حابه لو النادي الاهلي طلب يجدد معاكي ايه؟ طبعا يعني نفسي اكمل اكيد. لا استاذ هشام بص لا لازم نشكره جامد قوي ده وضع بص يعني السوفت وير تمام السوفت وير تمام. طب بخصوص الاهلي بقى بتتابع ماتشات الكوره وكده و... لا بصراحه ماليش ما بتابعش بس بابا بيتابع. لا بابا بيتابع مش مهم احنا عايزين بابا يتابع وانت بس تلعبي في الاهلي. طيب السنه دي اكتر ماتش لعبتيه حلو سواء في الدوري او في افريقيا او وتبقى ماتش الشمس بتاع فاينلز الدوري واول ماتش لعبناه في افريقيا بتاع كونغو. طيب فاكره حطيتي كام جول مثلا عملتي ايه في ماتش الشمس ولا ماتش الشمس تقريبا 8 الله اكبر ايه ده لما كان ده هي حتى نص السكور ما شاء الله 8 وكونغو 7 ما شاء الله ايه ده يعني احنا ما فيش ثلاثات واربعات كله سبعات ثمانيات تسعات الله اكبر الله اكبر تاتش. طيب زي ما قلت لتقى برضو انت قيمي بنقيم التجربه من اول الموسم لاخر الموسم تجربه من وجهه نظرك انت بقى المستوى البيرسونال الشخصي ناجحه؟ كده ناجحه طبعا الحمد لله. بس في اولها كانت صعبه عشان كنت لسه داخله على فرقه جديده وناس مش كلها اعرفها بلس كان في موضوع المنتخب ده فما كنتش بروح اتمرن معاهم كتير. لعبت السنغال؟ فلا في الاول كانت صعبه جدا بس بعدين لما بقينا نتمرن كتير مع بعض ودخلت وسط الفرقه وكده لا الموضوع بقى دي النقطه اللي كان بيقول عليها كابتن محمد ما فيش كان هارموني في البدايه ما لعبتوش مع بعض لعيبه جايه من هنا ومن هنا لاعبات من هنا ومن هنا محترفات مصعدات صفقات جديده ما كانش فيها هارموني يعني انتوا كلاعبات كنتوا حاسين بده كمان كنتوا حاسين بده. طب اكتر توجيه كان بيوجهه لي كابتن محمد عادل زولي اكتر حاجه لما يجي في التايم اوت لا ضحكتي صح؟ لا قولي ما يهمكيش قولي عادي. لا هو كابتن زولا بصراحه كان اكتر حاجه بيقولها لي عادي العبي لعبك وما تخافيش وانت تقدري تكسبيني عادي العبي لعبك وهتعملي احسن حاجه. هو شايفك الحمد لله كويسه بس كان كنت ناقصه يديك الثقه بتاعتك. ايوه الثقه هو اداني الثقه بصراحه الجهاز كله كان مديني الثقه يعني. برافو انا عاجبني فيكي يعني حماسك وعاجبني فيكي ان انت حابه يعني التجربه زي تقى بالظبط يعني نفس اصل يبقى مهم جدا. لان انتوا برضو هتبقوا في لاعبات هيتعرض عليهم ييجوا فلازم يشوفوا التجربه اللي سبقوهم كانت ازاي خاصه انتوا جايين من بره النادي. كل التوفيق ليك ان شاء الله. شكرا. اجي لك طبعا يا رنا اكيد انت اخت احمد رادي صح؟ ايوه. واحمد رادي راجع السنه دي ان شاء الله. طبعا الاخ والاخت هيكونوا مع بعض في النادي ان شاء الله. كلميني عن السنه دي وصعوبتها وازاي ابتديتوا كلميني عن كل التفاصيل. السيزون في الاول الصراحه ما كانش احسن حاجه عشان بدانا اول ماتش لينا خالص كان مع سموحه في اسكندريه. ده خسرناه ودي كانت اول مره اصلا ان احنا نخسر من سموحه. نعم. وبعدين خسرنا من الطيران كمان فحصل كذا دروب كده في الاول فمحدش كان متفائل بينا خالص اصلا السنه دي من اللي حصل في اول السيزون ده. حلو محدش كان متفائل يعني كانت حاجات غريبه بتحصل بصراحه وتعادلنا بس تاني. على فكره والله احنا كنا بنقول كده بنقول ان فعلا الفرقه ما اتمرنتش مع بعض ده كان سبب وعشان كمان كان في صفقات كتير فما كناش لسه عملنا اي حاجه وكان حته المنتخب برده كنا بنبعد كتير شهرين ثلاثه احنا مش مع بعض اصلا بس فصراحه الجهاز بقى كان ليه دور ان احنا نتلم تاني ونرجع مع بعض وكده وكملنا يعني الحمد طيب. لله. يمكن هسالك حاجه مختلفه شويه قبل بدايه بطوله افريقيا قبل البدايه وشفتوا الفرق اللي جايه صح؟ وبداتوا تشوفوا مجموعتكم في القرعه وبعد كده بدانا نتمرن على اساس المجموعات دي وبدانا نشوف هنلاعب مين وكده. يعني كان احساسك ايه؟ كان احساسك ان انت هتعملوا ايه في البطوله؟ هل ممكن نروح قبل النهائي ولا هيبقى صعب؟ كنت شايفها ازاي؟ هو عشان دي اول بطوله ليا افريقيا مع الاهلي يعني كنا شايفين الموضوع صعب كده كده عارفين ده بس احييكي على بصراحه على يعني على صراحتك عارفين شايفينه صعب طبعا يعني كان بالنسبه لنا فرق انجولا كده كده معروف ده اول وثاني مع ان احنا حاولنا والله معاهم لا ووصلنا حاطين 30 جون في قبل النهائي 38 30 صح قبل النهائي ولا كان كام؟ لا كان 25 21 25 قبل النهائي ده المجموعه اللي كانت المجموعه اللي كان 38 يعني قصدي اقول ان احنا حطينا 21 هدف واستقبلنا 25 بس كان في تطور بصراحه بس بعد اول ماتش الصراحه لما الحمد لله كسبنا في ماتش الافتتاح لا حسينا الدنيا سهله ونقدر يعني نخش ماتش تونس كانت صعبه ماتش تونس كان صعب وكمان كان صعب عشان هو دور 8 فدي صحيح. تحطك يا اما تخش مربع يا اما خلاص مفيش حاجه كانك ما جيتش البطوله يعني وكان فيها سندس كانت بتلعب معانا وبتلعب معاهم كده حافظاك وحافظه لعيبك هم اصلا معظمهم كمان لعيبه منتخب تونس يعتبر كنا بنلعب المنتخب يعني رنا انت كنت معاهم في السنغال؟ لا كنت مصابه لسه ما كنتش كنت مصابه انت من اللاعبات اللي اتصابوا قبل البطوله صح؟ كان في حد كان في نصر اتصابت وكان في حد برضو جول حارس مرمى اتصاب وكان في يعني كنا المفروض نبقى 9 في البطوله دي بدل 6 طيب هتكلم على المنتخب يعني شايفه المنتخب يعني احنا طلعنا مع انجولا جون باين او تعادلنا هنا في مصر وفي ماتش تاني خسرنا فرق كبير ده المنتخب بقى شايفه ان احنا نقدر في يوم من الايام كمنتخب نكسب انجولا؟
شايفه تونس. انا شايف الدنيا قريبه واحنا كسبناها هناك، سبناها اوريدي في السنغال، بس انا شايف ان هو تونس قريبه الدنيا تمام. بس هي المشكله هتبقى انجولا. على فكره تونس كسبت انجولا في سنه من السنين صح؟ يعني الموضوع مش بعيد. لا انا شايف ان هو مش بعيد خالص بصراحه. الدليل ان احنا في لما لعبناهم مع المنتخب لا الدنيا كانت في الملعب قوي والماتش كان سهل ان احنا نكسبه، ولما لعبناهم مع النادي الاهلي برده لا الفرقتين الحمد لله الماتش يعني كان سهل ان احنا نكسبه. طيب يعني شايفه ان الموضوع مجرد احتكاك بس، يعني لو احتكينا اكتر من بطوله ولعبنا هتبقى الدنيا احسن. اه ان شاء طيب الله. على مستوى الشخصي احلى ماتش لعبتيه السنه دي ايه؟ في الدوري ولا في افريقيا؟ لا هنأجلها هنعملها نصين عشان ما صعبوش عليك. الدوري بالكاس احلى ماتش لعبتيه؟ الدوري بالكاس لا كتير، يعني بحب ماتش الشمس بتاع الكاس دور الثمانية ده قوي، وماتش الزمالك الفاينل بتاع الكاس برضو لعبتيه كويس. طب يعني اكتر من ماتش الله اكبر ما شاء الله. طيب لو اتكلمنا على افريقيا، بس افريقيا انا شفت لك ماتشات كتيره كويسه بس عشان قولي بقى احلى ماتش كان ايه؟ ممكن ماتش الافتتاح وماتش تونس ماتنين. الماتش الافتتاح وماتش تونس دور الثمانيه. انت انا فاكر انت باك ليفت صح؟ ايوه انا فاكر كويس قوي لان انا كنت بتفرج على البطوله، وبامانه كنت كل اللي كانوا قاعدين في معايا بيتفرجوا اشادوا بيكي بصراحه. دي حقيقه. شكرا لله. دي حقيقه والله. يعني احنا قاعدين بنتكلم حتى احنا يعني شبهناها ان هي ممكن يعني تكون ما تفرقش حاجه عن لعبات يعني انجولا او اللعبات اللي احنا بنشوفها بامانه يعني كانت عامله وكلهم طبعا مش عايز لا 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 اكيد طبعا بس أكيد يعني انا بتكلم ان انت مميزه عشان يمكن الحجاب كمان مخليك مميزه. طيب خلينا نتكلم عن السنه الجايه ان شاء الله. ايه محليا شايفه احنا ايه؟ لا محليا ان شاء الله يعني الكاس والدوري ان شاء الله ما ينفعش يخرجوا من عندنا يعني بتوعنا باذن الله. عشان ده مش عشان حاجه بس عشان بجد احنا نستحق ده يعني. طيب امينه برضو يعني نفس الكلام بالنسبه للسنه الجايه محليا شايفه في فرق ممكن تنافسنا؟ احنا شفنا الشمس السنه اللي قبل اللي فاتت كانت بطل، السنه دي كسبناها، السنه الجايه هل شايفه ان ممكن ينافسون اكتر؟ يعني في فرق ممكن تنافسنا اكتر السنه دي ولا محليا يعني خلاص احنا يعني ان شاء الله خلاص محليا خلاص يعني الدوري خلاص شكرا خلاص خسرنا المره بتاعتنا اللي هنخسرها خلاص يعني شايفه ان احنا محليا ان شاء الله ما عندناش ان شاء الله. طيب وبس افريقيا اللي محتاجه شغل يعني محتاجه شغل بس عادي نقدر نوصل فاينل المره الجايه. طب تجربه المحترفه السنغاليه كانت احسن ولا سعيده؟ يعني لما اجيب محترفه من شمال افريقيا انا شايف معلش رنا بتضحك بس انا بس بوريك لا والله لا 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 يعني التجربه شمال افريقيا سواء سندس او سعيده وجا وراها المحترفه السنغاليه معلش فكروني باسمها كان اسمها ايه؟ دودو كمار دونجو ها؟ دونجو كمار دونجو كنت بدلعوها ايه؟ دودو ها؟ خلينا دودو ولا دودو يعني انهي تجربه بالنسبه لكم شايفينها افيد؟ انا معلش انا مش هاخد راي الجهاز بس هاخد راي اللاعبين، رايك ايه؟ انا سندس ما حضرتهاش ما لعبتش معاها. سعيده جت فتره قليله لعبت قصادها بصراحه كانت يعني بصي مش هتعرفي تروحي مني في السؤال فين هتردي هتردي سعيده ما لحقناش برضه نلعب معاها بس دودو هي اللي فرقت معانا قوي بصراحه. دودو كانت يعني سبب من الاسباب ان احنا وصلنا للتارجتس بتاعتنا السنه دي هي دودو بصراحه. لا انا شايفه سندس بصراحه كان ليها يعني كانت مهاريه كمان وكانت ليها ماتشات كتير بصراحه شالتنا فيها، ودودو طبعا نفس الكلام يعني احنا السنه دي من غير دودو لا كان في ماتشات كتير ممكن تضيع مننا بصراحه شالتنا في كذا ماتش. انا سندس برضه ما لعبتش معاها بس هي يعني لعيبه كويسه قوي ما شاء الله. سعيده برضو الفتره اللي كانت موجوده فيها احنا كنا في المنتخب في منتخب السيدات فانا ما عرفتش احتك بيها كتير يعني، بس دودو لا خلاف عليها يعني. ده انتوا كان بيجي لكم جمهور سنغالي؟ كانوا بيجوا يشجعونا. يا جماعه ده جمهور السنغالي ملى الملاعب المصريه بسبب دودو. انتوا نسيتوا دي؟ فاكر اول تمرين يا كابتن ولا اول ماتش تقريبا كان جمهور العالم السنغالي؟ كان ماتش الزمالك. ماتش الزمالك زي ماتش الباسكت بتاع البال لما كنا بنلعب بترو اتلتيكو وجمهور انجولا مالي المدرج اكتر يعني كان كتير جدا. جمهور انجولا ده كان جمهور جنوب السودان جايين يشجعوا اللاعب الجنوب السوداني اللي معاهم، فاحنا كنا عاملين كانت خطه مزدوجه صح يا كابتن؟ ان احنا نقدر نجيب جمهور يعني السنغال وفي نفس الوقت يبقى معانا لعيبه كويس يعني كل اجمع ان التجربه جيده يا كابتن.